صباح الخير على حضراتكم. انا يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم صباح البلد. الحقيقه مفيش اي حاجه نقولها واحنا بنصحى كل يوم غير ان احنا ندعي لاهلنا في غزه. اهم حاجه ممكن نعملها كل يوم وفي كل ثانيه فينا ندعي لهم كده يعدوا الفتره اللي هم عايشين فيها دي على خير. وندعي دايما لدولتنا المصريه انها تكون بالف خير وان احنا نعيش دايما في سلام وامن ويبعد عننا اي شر. دي اهم حاجه ممكن ابدا بيها مع حضراتكم يومنا النهارده. كالعاده بيتجدد لقاءنا مع حضراتكم من 8 ل 10. عندنا دايما مواضيع جديده ومختلفه. لكن قبل ما اقول اي حاجه ثانيه لازم اصبح على نهاد. صباح الفل يا نهاد، يومك حلو يا رب ان شاء الله. صباح الورد عليك يا داليا. وزي ما انت قلتي اكيد لازم كل يوم الصبح اول ما نصحى كده نفتكر اللي بيحصل في غزه وندعي لهم يا رب ان شاء الله النصر لغزه والاهل فلسطين. وزي ما داليا قالت لكم معاكم من دلوقتي ولحد الساعه 10 بقرارات كتير متنوعه ان شاء الله تعجب حضراتكم. قولوا قوموا كده صحصحوا معانا ويومكم. تفضل دايما هي اهم محور تحدث فيه كل يوم، وده بسبب العلاقات الاخويه اللي بتربط الشعبين طول الوقت وعلى مر السنين واحنا صغيرين واحنا بنتربى على حاجه زي كده. خليني اقول لكم ان جهود دوليه كبيره بتبذلها الدوله المصريه لاحتواء التصعيد على الاراضي الفلسطينيه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. تابعنا طبعا بيان مجلس الامن القومي في اجتماع من يومين بالضبط برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي تناول تطورات الاوضاع الاقليميه والتصعيد العسكري في قطاع غزه اللي بقاله اكتر من خلال 10 ايام دلوقتي. وجه من خلالها الدعوه لعقد قمه اقليميه مصريه عربيه دوليه حول القضيه الفلسطينيه. والحقيقه ان القمه اللي دعا ليها السيد الرئيس دي حاجه مهمه جدا، لان اكتر بلد ممكن تتحدث عن الدوله الشقيقه ليها هي مصر، ودايما احنا بنتبنى كلام عن القضيه الفلسطينيه. فلما يكون عن مؤتمر زي ده دعوة مهمة جدا للعالم كله ان اسمعوا وجهة نظر العرب. والحقيقة الحاجات المفرحة جدا ان كان في استجابة لهذه الدعوة، وشفنا اتصالات دولية ولقاءات كثيرة للسيد الرئيس مع الاطراف الدولية. والحقيقة ان امبارح الرئيس التقى وزير الخارجية الفرنسي، ولسه اول امبارح كان مع وزير الخارجية الامريكي. والحقيقة كل ده لبحث الموقف في فلسطين في الفترة اللي احنا فيها دي. وكمان الرئيس تلقى اتصالا من الرئيس الامريكي جو بايدن، و خلينا نقول ان اتفق رئيسان على خطورة الموقف الحالي واهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتديد الامن والاستقرار الاقليميين. ده غير كمان اتصال من الرئيس الروسي فلاديمير بوت، وتم الاتفاق على ضرورة العمل الجدي على معالجة اسباب الازمة، مش مجرد كلام سطحي علشان الامور تعدي خلاص. والحقيقة ان دايما القضية الفلسطينية في محور اهتمام الدولة المصرية، مش دلوقتي بس، من زمان. كل قلوبنا مع أشقائنا في فلسطين كل يوم وكل ثانية بتعدي في اليوم. ما اعتقدش ان في حد في شعب مصر ما بيتكلمش على القضية الفلسطينية. ما فيش حد مصري قلبه مش موجوع على اللي بيحصل في فلسطين. واحنا اكتر ناس بنبقى دايما شايفين ان ما يخصهم يخصونا دايما. فده يا رب ندعي لهم ان الفتره دي تعدي على خير، امين يا رب، وما فيش فيهم حاجات وحشه يا رب باذن الله. داليا والعرب كلهم الحقيقه على قلب رب الواحد يعني، وكلهم بيدعموا القضيه الفلسطينيه. وخليني اقول لك ان فعلا القضيه الفلسطينيه هي الشغل شاغل الدوله المصريه على المستوى العربي والاقليمي، وده زي ما كانت داليا بتقول على مر السنين يعني، بحكم طبعا موقعها الجغرافي وبتحكم طبعا الروابط السياسيه والاجتماعيه بيننا وبين فلسطين. من يومين كمان كان موجود في مصر وزير الخارجيه الامريكي بلينك لبحث الازمه في غزه. كمان المستشار الالماني اولف تشولز قال يعني هنبدا النهارده جوله بالمنطقه ولمده يومين، هيزور خلالها مصر واسرائيل لبحث طبعا وقف التصعيد بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. فكره بحث واحتواء لازمه ومواصله الجهود الراميه لوقف التصعيد على الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني والاستجابه الواسعه لما تطرحه مصر من افكار بخصوص عدم استهداء المدنيين ووجود ممرات انسانيه لدخول المساعدات ومناطق امنه في غزه من الضربات العسكريه للاحتلال الاسرائيلي. اكيد كل الدعم وكل المسانده لاهلنا في فلسطين، وربنا يا رب معاهم وقلوبنا كلنا معاهم، وان شاء الله النصر لفلسطين ورب ربنا يهون عليهم الايام دي ويرحم كل الشهداء يا رب. يا رب يا رب. الحقيقه يعني الحاجه اللي دايما اقولها عشان نختم كلامنا انه ما فيش حد من مصر هنا نهاد بيقبل ابدا ان حد يزايد على الشعب المصري او على الدوله المصريه في وقفتهم والموقف الثابت
الوقت مع القضية الفلسطينية، ما اعتقدش ان حد مننا بيسمح بحاجة زي كده. فيا رب ان شاء الله نعدي الفترة دي على خير ونشوف فلسطين حرة يا رب ان شاء الله، حلم كلنا بنحلم بيه ان شاء الله يتحقق باذن الله. خلينا بقى اقول لكم فقراتنا ايه النهارده. كالعاده عندنا فقرات متنوعه، البدايه دايما بتكون لقراءه وتحليل اهم ورزق العناوين ومنشات الصحف والمواقع الالكترونيه. هيكون معنا دكتور ممدوح اسماعيل كير كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. خليني اقول لك فقرتنا الثانيه هتكون النهارده مع واحد من العلماء المصريين في مجال النانو تكنولوجي، واللي تم اختياره ضمن افضل 2% من علماء العالم في مجال النانو تكنولوجي والالكترونيات. ضيفنا النهارده هو الاستاذ الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعه كفر الشيخ سابقا ورئيس اكاديميه غبار اليوم. ان شاء الله تكون فقره مميزه. فقرتنا الاخيره زي ما احنا متعودين تكون فقره طبيه، هنتكلم فيها عن امراض الكوره. عديد من الاسئله ان شاء الله نجاوب عليها. يكون معانا دكتور احلى عصمت، فقره ان شاء الله يكون فيها تفاصيل كتير. كده فقراتنا خلصت، ولكن اكيد عندنا لسه باقي كلام. عندنا اجنده ثقافيه وفنيه، عندنا طبعا بيكون معادنا على الاجنده الثقافيه والفنيه، بنشوف اهم الاحداث والمناسبات اللي ممكن تروحوها النهارده. تعالوا نتابعوا. يسعد صباح حضراتكم بكل خير. خلينا نطمن على حاله الطقس النهارده، اخبارها ايه؟ تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يسود طقس مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه وحار على جنوب الصعيد، لطيف في اول الليل ومائل للبروده في اخرها على شمال البلاد والقاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد. خليني اقول لكم درجات الحراره المتوقعه النهارده في بعض محافظات الجمهوريه، والبدايه مع القاهره. القاهره هتسجل النهارده العظمى 29، اما الصغرى 21. اسكندريه 27 20. اسماعيليه 31 18. الغردقه 32 22. المنيا 31 17. سوهاج 31 19. واسوان اخيرا 34 20. خليني كمان اقول لكم درجات الحراره المتوقعه في عدد من المدن والعواصم العربيه والعالميه، والبدايه مع الرياض. الرياض تسجل النهارده العظمى 37، اما الصغرى 21. ابو ظبي 35 26. القاهره 12 11. لندن 16 12. واشنطن 19 9. 18 14. واخيرا بكين 23 13. خليني كمان اطمنكم كده على اسعار العملات والذهب النهارده اخبارها ايه، ونبدا في البدايه مع الدولار الامريكي لاسعار العملات. دولار امريكي سجل النهارده للشراء 30 جنيه 82 قرش، ابيع 30 جنيه 95 قرش. اليورو سجل النهارده للشراء 32 جنيه 46 قرش، اما للبيع 32 جنيه 61 قرش. جنيه استرليني سجل النهارده للشراء 37 جنيه 45 قرش، اما للبيع 37 جنيه 62 قرش. الريال السعودي سجل النهارده للشراء 8 جنيه 21 قرش، اما للبيع 8 جنيه 25 قرش. الدينار الكويتي سجل النهارده للشراء 99 جنيه 62 قرش، اما للبيع 100 جنيه 7 قرش. خلينا دلوقتي اطمنكم على اسعار الذهب النهارده اخبارها ايه. انخفض سعر الذهب خلال تعاملات امس بكافه الاعيره، انخفضت اسعارها بسلسله الارتفاعات اللي شهدتها على مدار الايام اللي فاتت. وخليني اقول لكم النهارده اسعار الذهب من عمولات امس كانت ايه. عيار 18997 جنيه، عيار 21330 جنيه، عيار 24693 جنيه. جنيه ذهب سجل 18640 جنيه. اطمنا على اسعار العملات والذهب وايضا الطقس. خلينا ناخدكم دلوقتي لشويه نشاط، شويه رياضه، شويه حركه. دايما الحركه بتجيب البركه. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدينا. النهارده عايزين نعمل تمارين تقويه لعضلات الظهر. جايبه معايا رجعنا لحضراتكم مره ثانيه. دلوقتي جه معادنا مع الترند. دايما بحب اقول لكم ايه اكتر حاجه المصريين اهتموا ان هم يبحثوا عنها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفه،
وايضا اهم الترندات العالميه اللي احتلت صداره الاكثر متابعه على السوشيال ميديا. خليني اقول لكم اول ترند معانا النهارده من نصيبي. الترند الاول معانا النهارده من نصيب مو صلاح، وهو فخر العرب وحبيب الملايين في العالم كله. النهارده التويته بتاعتنا او الخبر بتاعنا اللي بوست نشرته الصفحه الرسميه لجمعيه الهلال الاحمر المصري كانت صوره محمد صلاح نجم منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الانجليزي، ووجهت ليه رساله شكر بعد ما تبرع لتوفير المساعدات الانسانيه للشعب الفلسطيني في غزه تحت عنوان شكرا من القلب على دعمك اهالينا بقطاع غزه. والحقيقه مش مهم امتى هنعمل ده، المهم ان احنا بنعمل ده. خلينا نروح مع حضراتكم للترند الثاني اللي معانا النهارده، والحقيقه ان احنا لسه نازال نستمر سلسله المسانده للقضيه الفلسطينيه، وهي تويته للنجم الفرنسي كريم بنزيما وهو اسطوره ريال مدريد الاسباني ونجم اتحاد جده السعودي حاليا، دعمه الكامل للقضيه الفلسطينيه من خلال تغريده عبر حسابه بموقع اكس. والحقيقه ان التويته دي وصلت لاكثر من 30 مليون شخص حول العالم في ساعات قليله جدا، وكانت حديث الناس على السوشيال ميديا في الساعات الاخيره بعد ما وصلت لملايين من المشاهدات والمتابعه. وخليني اقول لحضراتكم ان التويته كان بيحمل فيها ان هو بيقول صلواتنا جميعا لما يحدث الان في اهالينا وضحايا التي في غزه، فهي هذا العدوان الثلاثي الذي لا يرحم سواء الاطفال او النساء حتى هذه اللحظة. ده نص الرسالة اللي كانت موجودة من خلال تويتة كريم بنزيمة. والحقيقة سلسلة كبيرة جدا من اللاعبين اللي بيساندوا القضية الفلسطينية وصوتهم بيوصل للعالم كله. كده الترند بتاعتنا خلصت النهاردة، وخلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل باقي تفاصيل برنامجنا. مشاهدينا الكرام بصبح على حضراتكم، يا رب ان شاء الله يبقى يوم جميل وسعيد عليكم، يا رب تحققوا في كل امنياتكم. وصلنا في صباح البلد لفقرتنا الاخباريه اللي بنناقش فيها الاخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعه من الصحف والمواقع الالكترونيه. معانا مشرفنا ومنورنا دكتور ممدوح اسماعيل وكيل كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا. أكيد زي ما حضراتكم متابعين أن الأحداث في غزة بتفرض نفسها مش في مصر بس، ده على مستوى دول العالم. والرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة بيقوم باتصالات مكثفة وبجهود مكثفة من جانب الدولة المصرية لمحاولة حل هذه الأزمة. خلونا نبدأ مع حضراتكم بأخبارنا وتلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي للقاهرة. وكان في تشاور مستمر الحقيقة ما بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن الرئيسان اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي. كمان تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين، إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. الرئيسان كمان ناقشا المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كمان كان في مناقشة حول الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام. تم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة. حقيقة يعني أمريكا من الدول الهامة والفاعلة فيما يحدث على الساحة الآن. هذه أو هذا الاتصال الهاتفي اللي تم ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاولة إن احنا يعني يتم احتواء هذه الأزمة. تفاصيل الاتصال زي ما حضرتك يعني تابعت معانا، وكمان ما يمكن أن يؤثر أو يبقى تداعيات هذا الاتصال الهاتفي ما بين الرئيسين، لأن الحقيقة ده أعتقد أنه ممكن نوصل لحل. هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا القضية الفلسطينية لو بنضع عنوان لها هي قضية القضايا، صحيح. محور المحاور، غاية الغايات. دائما الدولة المصرية ما بتضع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها، وعلى مدار المرحلة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي مصر هي رقم مهم جدا في المعادلة إن لم يكن الرقم الأهم. وبالتالي جملة من الخطوات هو سمت الدبلوماسية المصرية وسمت رجل الدولة
الحصيف الذي يعني يدور مع الحق حيث دار، وبالتالي نحن نتحدث عن خطوات يعني منظمة وواعية، ليست مجرد كلمات أو عبارات ولكن إجراءات وخطوات. نتحدث عن رفض أو ربط فكرة خروج الرعاية إلا إذا كان بدخول الاعتبارات الإنسانية والممرات الآمنة إلى آخره في معبر رفح، وهو المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل. وبالتالي هذا دور وإجراء فاعل وتأكيد على الاعتبارات الإنسانية في يعني الحالة الفلسطينية، وبالتالي بيؤخذ بكل احترام، وأدى إلى أن يكون موقف عام، ووزير الخارجية الأمريكي أعلن ذلك، وأن الربط يعني هو مسألة حتمية وضرورية. أيضا الدعوة إلى يعني قمة وإقليمية ودولية، وتلقى صدى واسع من كثير من الدول، وظني أنها ستفرخ نتائج على الأرض وليست عبارات فضفاضة أو ينبغيات. وبالتالي نحن نتحدث عن يعني دور واعي ودور فاعل في هذا الملف الحيوي المهم. طبعا الطرف الآخر نتحدث عن أمريكا، هي طبعا دولة عظمى لها دور كبير على التأثير على الجانب الإسرائيلي، وبالتالي أن تنحو هذا النحو ويحدث توافق في الرؤى مع الرؤية المصرية العادلة والتي تقوم على ثوابت وعلى مقدمات وعلى مسار واضح، بتكون نقطة مهمة ويعني يمكن البناء عليها زي ما حضرتك أشرت عن حق في مسار تقدم واضح لهذا الملف الخطير. يعني خلينا، يمكن حضرتك أشرت لنقطة مهمة وفيها إن إحنا يمكن مصر موقفها ثابت وواضح وصريح ومعروف، ويمكن يعني دايما على مدار التاريخ إحنا عارفين، ورئيس عبد الفتاح السيسي بيستكمل هذا المسار برؤية واضحة ومحددة. على الجانب الآخر الدول الداعمة للجانب الإسرائيلي وفكرة التصريحات، حضرتك بتشوفها إزاي؟ لأن إحنا كتير بتبقى فيه تصريحات بالنسبة لنا فضفاضة، هما ما قدروش إن إحنا يبقى فيه حسم في هذه التصريحات، فممكن ان احنا نلمح ان يبقى في تغير في الاحداث في الفتره دي. وطبعا يعني على مدار تاريخ القضيه معروف ان الجانب الاسرائيلي له نفوذ في العديد من الدول، صحيح، وان اللوبي الصهيوني له يعني نفوذ في كثير من الدول الكبيره اعلاميا واقتصاديا وعلى كافه المستويات، وبالتالي كما يقال المصالح تتصالح، وبالتالي هناك نوع من التضليل إن صح التعبير، ويعني التشويه للحقائق وبث الإشاعات إلى آخره لصالح الجانب الإسرائيلي. فيكون في هذا الزخم السلبي يكون من المهم الوقوف بعرض واضح لعدالة القضية الفلسطينية، لإجراءات واضحة لنصرة الجانب الفلسطيني يعني نصرة عادلة. وبالتالي حينما نتحدث عن هذه الدعوات الرصينة من القيادة السياسية وعن التعامل مع معبر رفح غزة وعن التواصل المستمر يعني وجها لوجه وتليفونيا وفي المؤتمرات الأخيرة والقمة المزمع عقدها، كل هذه المفردات بتصب في الدور التاريخي الذي قامت به الدولة المصرية على مدار تاريخها، وهو قدر ومصير الدولة المصرية وليس تفضلا الحقيقة، لأنه القضية الفلسطينية كما ذكرنا منذ البداية هي قضية القضايا، وعلى مدار مراحل الصراع مصر حاضرة بقوة، ولا يمكن التعامل مع هذا الملف من دون التواصل مع الجانب المصري ومعرفة موقفه. وظني أنه دائما بيكون في جانب الانتصار للحق، وهنا بيتنى
ويقابل بكل ترحاب كما حدث في الدعوة للقمة المزمع عقدها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. التوازنات دايما والاتصالات مستمرة ما بين الدولة المصرية وما بين كل الأطراف الفاعلة على المستوى الدولي، زي ما شفنا اتصال من جو بايدن للرئيس عبد الفتاح السيسي، كمان كان في اتصال هاتفي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الرئيسان توافقا على ضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة. كمان ناقش الرئيسان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة. استعرض تحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسيع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة. كمان الزعيمان توافقا على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم. كمان خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير أن يبقى في دخول بقى المساعدات اللي موجودة بصورة عاجلة. يعني في نفس السياق كان في اتصالات كمان هاتفية من جانب رئيس وزراء كندا، وكان برضو الأوضاع الحقيقة كان الاتصال فيه تناول الأوضاع الموجودة في المنطقة، مستجدات التصعيد العسكري الدائر في قطاع غزة، الجهود اللي بتقوم بيها مصر سواء على المسار السياسي لاحتواء الأزمة وأنها تكبر أكتر من كده ويتم نزع فتيل العنف، كمان على المسار الإنساني أن يتم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة في ضوء تدهور الأوضاع في هذا القطاع. يعني زي ما قلنا ان الاتصالات المكثفه، ويمكن كان الاتصال جو بايدن وفلاديمير بوتين بالامس للرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الروسي بيدعم الجانب الخاص بالجانب الفلسطيني وان احنا يبقى في دخول للمساعدات. وجهه نظرك الاخبار اللي بتبقى يعني دايما بنسمعها خلاص ان احنا هيبدا دخول المساعدات وبعدين تقف، يعني مساعدات من كل الدول ومصر موجوده الان عند معبر رفح وفي انتظار ان يتم فتح المعبر، الرؤيتين رؤيه المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي؟ وطبعا ما زلنا في الحديث عن قوة الجانب المصري في التأثير. صحيح. حينما يتواصل يعني في نفس الوقت مع طرفي نقيض الجانب الروسي والجانب الأمريكي، ده بيدي انطباع بأن هناك ثقة في الجانب المصري من كل الأطراف بجانب الأطراف الأخرى المذكورة في الخبر. ده سمت الدولة المصرية، التواصل المستمر وترجمة التواصل في زي ما قلنا قرارات أو إجراءات على الأرض وليست مجرد عبارات للاستهلاك المحلي أو الدولي، وبالتالي هو الفارق ما بين الأدوار، هل مجرد مكلمات أم تترجم في إجراءات. فيعني نأمل أنه الجانب الروسي والجانب الأمريكي يعني يترجموا هذه التأييدات في شكل عملي، لأنهم قادرين على أن يلعبوا دور كقوة عملاق، وبالتالي سوف يتضح جليا في القمة المزمع عقدها الخطوات القادمة. الشعب الفلسطيني بيئن، الوضع خطير، يعني الربط السابق ذكره في مسألة خروج الرعاية بدخول الإغاثات، ده ربط في محله، وبالتالي موقف الدولة المصرية واضح، ويعني ظني أنه سوف يفرخ يعني ثمارا قريبة جدا إن شاء الله. احنا عندنا زيارات متوقعة من الرئيس جو بايدن، وعندنا زيارة من الرئيس الألماني لإسرائيل، ومتوقع أن هيبقى في زيارة كمان تشاورية في مصر. هل من الممكن أن يحدث اختلاف بعد الزيارة على أرض الواقع سواء من الرئيس الأمريكي جو بايدن أو الرئيس أو الجانب الألماني، أن هو ممكن أن يحدث انفراجة في الساعات القليلة القادمة؟ أظن أنه الانفراجة قادمة، لأنه العدالة القضية واضحة والعالم بيشهد يعني على استحياء ما يحدث من قتلى ومن محاولات تصفية ومن تهجير ومحاولات تهجير لولا المواقف الرشيدة ومنها الموقف المصري أشرنا، وبالتالي الصورة واضحة لا تحتاج إلى أخذ ورد، حتى مع الدعم السلبي اللي حضرتك أشرت إليه في الخبر السابق من قوة لها مصالح مع الجانب الإسرائيلي، ولكن مثل هذه الأدوار مع وضوح عدالة القضية
سوف تحدث انفراجة في القريب العاجل، وكل الدعوات للشعب الفلسطيني يعني النجاة والسلامة، لأنه طبعا إحنا إخوة، والقضية الفلسطينية حاضرة دائما في المشهد المصري. يعني ممكن احنا يعني ناقشنا الدور الامريكي بالمداخلة او الاتصال الهاتفي اللي تم من رئيس جو بايدن، الرئيس كمان فلاديمير بوتين، اتكلمنا عن زيارة متوقعة ليها الرئيس الالماني، بنتكلم دلوقتي كمان اتصال استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من وزيرة خارجية فرنسا، وده كان بحضور سامح شكري، عفوا هو يعني كان حضور زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية، وده كان بحضور سفير سامح شكري وزير الخارجية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين على أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلا عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك. انعكس كمان او ده هينعكس خلال الايام الماضيه باتصالات هاتفيه كانت مكثفه زي ما حضراتكم تابعتم ما بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بهدف دعم وصون الامن والاستقرار في الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط والقاره الافريقيه. حقيقه هذا اللقاء شهد جانبين، سواء الحديث عن ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط الآن والوضع فيها، أو عن ملف العلاقات الثنائية بين البلدين مصر وفرنسا ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك. قراءة حضرتك لهذه الزيارة؟ وطبعا للعلاقات المصرية الفرنسية، يعني هي لو بنضع عنوان ليها هي شفرة جديدة، لأنه مع نهاية القرن الـ18 وبداية القرن الـ19 والحملة الفرنسية على مصر وفك رموز حجر رشيد من خلال الفريق الفني اللي كان الحملة الفرنسية، والمساعدات ذلك في معرفة أسرار اللغة المصرية القديمة ويعني الحضارة المصرية، ده يعني تاليا تريد من العلاقات الإيجابية بين الجانب المصري والجانب الفرنسي. نعد منها على المستوى السياسي اتفاق في الرؤى، سواء فيما يتعلق بما يحدث في سوريا، في لبنان، في ليبيا، في إفريقيا، أيضا من المواقف المتوافقة بين الطرفين مسألة الهجرة غير الشرعية وملف الشائك المتعلق باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذا. على الجانب الاقتصادي نحن نتحدث عن شراكة كبيرة جدا بين الطرفين، مجلس رئاسي فرنسي مصري منذ 2006، وحالة من التبادل التجاري العملاقة بين الطرفين زادت حتى في الآونة الأخيرة ربما بنسبة تقترب الخمس. على المستوى الثقافي والتعليمي، ومعروف الجانب الفرنسي ككيان وعملاق ثقافي دائما البعد الثقافي في الصدارة، الجوانب التعليمية، الجوانب المتعلقة بمنظمة الفرنكفونية اللي كان أول أمين لها الدكتور بطرس غالي، والجامعة المصرية الفرنسية، المدارس، يعني حتى على الجوانب الطبية والصحية ومستشفى القصر الفرنسي، القصر العيني الجديد. يعني الحقيقة تاريخ طويل من العلاقات والتوافق في الرؤى، انصب في التعامل مع الأزمة الحالية ومسألة غزة، بنجد توافق واضح في المواقف، ده بيدعم الجانب المصري في التعامل مع الملف وفي الدعوات الخاصة لحل الأزمة. تبدى جليا في التثنية على مسألة معبر رفح وفكرة رفض التهجير أو خروج الشعب الفلسطيني من أرضه، ده حقيقي. الأفكار اللي هي يعني أقل ما توصف بها غير مسؤولة، وقفت مصر طبعا بكل وضوح، وبالتالي حدث نوع من الإجماع حول رفض مجرد فكرة أو مثل هذه الأفكار.
فالحقيقة انه حتى على الجانب القانوني دايما ما بيرتبط التشريعات المصرية بالتشريعات الفرنسية وبالمرجعيات الخاصة بها، وبالتالي نحن نتحدث عن علاقة تاريخية. يعني ظني ان مثل هذا التشابك او الشبكة ان صح التعبير من العلاقات بتساعد على دور الدولة المصرية الواضح، وزي ما أشرنا في الأخبار السابقة بأن ده سمت رجل الدولة. صحيح. اللي هو بيبقى حريص ليس بالدولة بالمعنى بقى الوطني القطري، ولكن كأمة عربية. صحيح. وطبعا القضية الفلسطينية في قلب الأمة العربية وحاضرة بقوة في كافة الملفات يعني. صحيح. الحقيقة في وسط هذه الأحداث المتراعية على مستوى العالم والأخبار الخاصة بالقضية الفلسطينية، نحن ما زلنا مع أخبار رئاسة الجمهورية، ولكن كان هناك اجتماع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022-2023، واللي أظهر زيادة أعداد السفن المرة بالقناة بنسبة حوالي 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق، وصلت لحوالي 26,000 سفينة وزيادة في وزيادة أعداد السفن المرة اللي موجودة زي ما قلت لحضراتكم بتصل ل 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري ل 10 مليار و300 مليون دولار. المتحدث الرسمي ذكر كمان أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، وكمان رفع كفاءة بنيتها التحتية بهدف تعظيم قدرات القناة وتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر واللي بتهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات، وكمان تحسين مستوى معيشة المواطنين. أنا كل ما بتيجي أخبار عن قناة السويس بفتكر على طول العالم وهو كان بيتابع عن كثب ما حدث في قناة السويس، من فكرة كانت تعطل السفينة أو وجودها الشاحنة اللي كانت موجودة، وشفنا قد إيه العالم كله توتر وحركة التجارة العالمية توقفت وخسائر كانت كثيرة، وده إن ده اللي بيدل على أهمية هذا الشريان الملاحي الموجود في مصر. اهتمام الرئيس بقناة السويس وخصوصا كمان مع افتتاح المشروع القومي الكبير، يعني الفرع الآخر من قناة السويس الجديدة، كل ده عمل طفرة في إيرادات القناة في خلال الفترة، وظهر ده من خلال الأرقام اللي استعرضها رئيس هيئة قناة السويس. شايف حضرتك يعني الوضع الآن مع وجود هذه التوترات، برضو احنا بنتكلم عن توتر عالمي، بس قناة السويس ماشية في طريقها. هو طبعا يعني كما يقال طريق الحضارة بيبدأ من طريق التجارة. صحيح. وإنه قناة السويس على مدار تاريخها أثبتت أنها لا بديل عنها. نتحدث عن ممرات أخرى، نتحدث عن مشروعات هنا أو هناك. صحيح. ولكن قناة السويس لا بديل عنها، والعالم يجمع على ذلك. وبالتالي مثل هذه الأخبار ومثل هذه البيانات الدقيقة بتوضح أن مصر تملك يعني مشروعا قوميا ومصدر مهم جدا لقوتها الاقتصادية والسياسية. وبالتالي يعني حينما يحدث اجتماع على هذا المستوى ويعني يرأسه فخامة الرئيس، هو يؤكد على أهمية هذا الممر اللي هو ليس فقط ممرا تجاريا ولكنه ممر للتنمية. وحينما نتحدث عن مشروعات يعني حول هذا الممر، نتحدث عن لوجستيات، نتحدث عن توطين مشروعات وتعميق المكون المحلي، نتحدث عن اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، نتحدث عن نقل تكنولوجيات وتقنيات متقدمة، نتحدث عن موارد بشرية ممكنة مدربة، بناء قدرات. فجملة من الفوائد من المشروعات اللوجستية والتجارية التي تتم
بما يحول الممر والمنطقة إلى يعني ممر عالمي وممر تنموي، ويزيد حتى من يعني ما يسمى بسياحة الترانزيت أو سياحة التجارية. صحيح. وبالتالي يعني كل تقدم قادم وتوسعة ومشروعات أخرى بتصب في صالح الاقتصاد المصري وفي صالح التوطين اللي هو دايما بنسميه حتى مربط الفرس في التنمية وبوابة التطور، لأنه لجملة من الفوائد تعود بشكل مباشر على المواطن، سواء في قيمة العملة، سواء في الواردات الأقل، سواء في الدعم اللوجستي والصيانة إلى آخره، كل ده بيصب في مفردات الاقتصاد الوطني. صحيح. طيب خلونا كمان نستكمل جولتنا الإخبارية بس من أخبار رئاسة الوزراء، لأن امبارح غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أرض الوطن أمس متجها إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المنعقد في بكين فترة من 17 ل 18 أكتوبر الجاري تحت شعار التعاون عالي الجودة للحزام والطريق معا من أجل التنمية المشتركة والازدهار. كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير وسكرتير عام الحزب الشيوعي للإدارة العامة للجمارك الصينية، من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء كلمة ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، وهيعقد عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى. حقيقة بس يعني قبل ما نتكلم عن هذه الزيارة، عايزين نقول أن الزيارة كانت الحقيقة أو هذا الاجتماع للمرة الثالثة ده احتفال بمرور 10 سنين، المبادرة بدأت من 2013 وكان من المتوقع أن السيد الرئيس هيحضر، لكن في ظل هذه الظروف والأوضاع اللي موجودة أناب دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. فكرة وجود طريق الحرير، أو إحنا لو بنخص بقى تحديدا الطريق الحرير البحري اللي هيربط ما بين الصين وما بين دول جنوب وشرق وجنوب وشرق أفريقيا، دول شمال أفريقيا متمثلة في مصر والجزائر والمغرب، فكرة ازدياد التنافس الدولي على الأمور الاقتصادية في القارة الأفريقية. وطبعا الملف ده ملف مهم جدا. صحيح. الحزام الطريق هو زي ما حضرتك اشرتي ده ما كان يسمى قديما طريق الحرير القديم من 3000 سنه، كان حوالي القرن 19 تقريبا، بنتكلم على يعني ممرات للحرير والتوابل والعروق والعطور الى اخره. فهي هذا المشروع في 2013 من الجانب الصيني، وجمله من المشروعات يتضمنها هذا المشروع وتم منها حتى الآن ما يقرب من 3000 مشروع مع ما يمكن إنفاق ما يقترب من تريليون دولار، ومصر حاضرة في هذا الملف القوة. لماذا؟ لأنها بوابة أفريقيا. صحيح. هو المشروع شبكة من التواصل ما بين آسيا مثلا في الصين وبعض الدول وأوروبا وأفريقيا، وبالتالي مصر وجودها في بوابة أفريقيا ده بيكون مهم جدا لعنق المشروع متعلق بالحزام والطريق، لأنه كان بيسمى طريق الحرير البحري والطريق لأنه الحرير البري. فبالتالي هذه الشبكات كلها يا مصر مفردة مهمة جدا في تطويرها، وبالتالي بمشاركتها في هذه القمة وفي هذا اللقاء المهم الثالث بعد 10 سنوات من إطلاق المشروع بيقدم فرصة جيدة لعرض مشروعات يمكن أن تكون في الجانب المصري، استفادات في الجانب التجاري، في الجانب اللوجستي، في الجانب البشري. وبالتالي هو بحضور ما يقرب من 100 دولة. صحيح. شريكة في هذا الملف. طبعا ده حضور قوي لمعرفة إمكانيات كل دولة والشراكات المختلفة في المشروعات بما يصب أيضا لصالح الاقتصاد المصري. معلش ممدوح، خلاف تعامل الجانب الصيني، أو يعني خلينا نتكلم عن قلق قد يبدو من الجانب الأمريكي، فكرة زي ما احنا بنتكلم عن 100 دولة بيتوجهوا تجاه الصين، معاملات تجارية، جوانب استثمارات بيتم ضخها،
اختلاف وجهة النظر في التعامل الاقتصادي ما بين الجانب الغربي والجانب الشرقي. ربما الصين أعطت فرصة لتبادل المنفعة إن هو ليس على المستوى النفعي من جانب واحد، وربما هذا ما يقلق أمريكا من وجود الصين في منطقة الشرق الأوسط أو قارة أفريقيا بالتحديد. التعامل حضرتك واتجاه الدول إنها فعلا تتجه لمثل هذه المعاملات التجارية على المستوى الاقتصادي لما يحقق النفع للقارة الأفريقية ودول، احنا بنتكلم عن دول ممكن تكون داخلية جيبوتي موزمبيق، هذه الدول نتكلم عن مصر كبوابات لشمال أفريقيا، التعامل واختلاف وجهة النظر في التعامل مع القارة الأفريقية. وطبعا منذ طرح المشروع في 2013 ويعني عنونا له بأنه نفوذ للصين وهيمنة إلى آخره، ده تحدي طبعا صحيح، لكن يعني سمت الدبلوماسية المصرية هي واعية بما يمثل تحديا وما يمكن تحقيق الفوائد للمواطن المصري، وبالتالي الجانب الصيني في أكثر من مناسبة هو بيرسل رسائل تطمينية، وبعد 10 سنوات من إطلاق المشروع وده هيعرض في القمة الثالثة المشروعات التي تمت والتي أنجزت يتبدى منها جليا إن هي أنتجت وأثمرت في كثير من الدول خصوصا الدول الأكثر احتياجا كما أشرت حضرتك، وبالتالي الشواهد والأدلة هي الفيصل في مثل هذه الأمور بجانب القراءة الواعية للصالح الوطني ومحاولة مواجهة أي تحدي إذا كان يعني بعض الشبهات أو الإثارات صحيح أم لا، ده بيدرس، لكن المقدمات كما أشرت هو عبر 10 سنوات بتعرض ويعني التجارب التي استفادت من هذا الملف بتعرض، وبالتالي المسار التقدم المستقبلي بيبنى على هذه المقدمات التالية. صحيح. طيب خلونا بقى ناخد حضراتكم يعني أيضا في جولة مع أخبار للشأن الدولي. خلينا نتكلم بقى عن أيضا الحرب الروسية الأوكرانية اللي ما زالت مستمرة، حيث صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لم تعترض أبدا على إنهاء صراع مع أوكرانيا بالطرق السلمية، لكن على كييف أن تعلن استعدادها لذلك، مؤكدا أن الخسائر الأوكرانية خلال الهجوم المضاد كانت كبيرة جدا. وأضاف الرئيس الروسي أن تورط كييف في الناتو والفشل في تنفيذ اتفاق مينسك 2 تعد من أسباب تصعيد الصراع الأوكراني، وشدد على أن بلادي لم تعترض على أبدا على التسوية سلميا على عكس كييف، وأشار إلى أن خطط السلام الصينية لتسوية الأزمة الأوكرانية واقعية ويمكن أن تكون أساسا لاتفاقيات السلام. ولفت إلى أن العلاقات الروسية الصينية عامل أساسي للاستقرار في العالم، مؤكدا أن روسيا والصين تؤمنان بالسواء بين الجميع في مجالات الحقوق والحريات. بناء على هذا المنطلق هيولد عالم متعدد الأقاليم، نوها إلى أنه في قمة جوهانسبرغ تفوقت اقتصادات دول البريكس على مجموعة السبع، وأن توسع البريكس بيعتمد على العملية الموضوعية المتماسكة في خلق التعدية القطبية في العالم. التحالف الصيني الروسي وخاصة وإذا بيظهر جليا في تصريحات الرئيس الصيني أو في تصريحات الرئيس الروسي وتوافق الرؤى والتبادل التجاري والمساندة والدعم من كلا الطرفين، وضع الصين أنها بتحط رؤية مستقبلية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية. حقيقة تصريحات كثيرة. النهاردة وصل الرئيس فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة في العاصمة بكين في الدورة الثالثة المنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي. كلام الرئيس فلاديمير بوتين بيؤكد على تعددية الأقطاب وانتهاء اللي هو يعني استخدمنا التعبير انها يتم ولادة عالم متعدد الأقطاب وبعيدا عن القطب الواحد. هذه الأحلام والطموحات من الممكن أن تستمر وأنها فعلا تحدث فارق في الساحة الدولية النهاردة، وإحنا بنتكلم بقى عن هل هناك تعددية حقيقي موجودة ولا حضرتك شايف إزاي؟ هو طبعا كما أشرت حضرتك أنه النظام الدولي الجديد هو الذي بشر به حتى من نهايات القرن الفائت حينما انتهت الحرب الباردة وانتهت القطبية الثنائية وبدأ نظام جديد بشرى بأنه نظام قائم على الحوكمة وعلى منظومة القيم وعلى التشاركية إلى آخره. سبب تاليا بأنه يعني مثل هذه الشعارات
تاليا حاليا روسيا بتلعب نفس اللعبة إن صح التعبير، بأنه نحن أمام نظام دولي جديد تنتهي فيه القطبية الأحادية وتبشر بقطبية أو بتعددية. لكن الحقيقة أنه ليست هناك دلائل حتى من الجانب الروسي بهذا الملف. إحنا أشار أكثر من منتبه أن منذ فبراير 22 ونقترب هو من سنتين، والأزمة الروسية الأوكرانية يعني ساخنة والحرب مشتعلة وهناك نفخ في النار هنا أو هناك، صحيح. وعدم وجود طاولة مفاوضات حقيقية وعدم وجود رجال دول تتبوأ دورها وتقوم بها. نحن نتكلم على رجل الدولة وسماته، ده غير موجود في الحالة. أمور تدفع إلى اشتداد صراع وأمور تقاوم ما بين، صحيح. يعني حتى في خبر سابق سميناها المطرقة وسندان ما بين الدفع ومقاومة، صحيح. النتيجة في الأخير أن العالم كله بيئن، وأن الأزمة امتدت إلى مختلف دول العالم، وأن المواطن خصوصا في الدول الفقيرة مطحون، بالزبط. وبالتالي ما يقال حاليا من الجانب الروسي بأن العدالة والمساواة هو يعني دندنة ليست لها دلائل قوية. الشراكة ما بين الجانب الروسي والصيني واضحة للعيان، حالة من التوأمة غير المكتوبة، شراكات مفردات عديدة جدا وترحاب هنا ولقاءات هي أشبه بمحاولة لي يعني إغضاب إن صح التعبير الجانب الغربي وتوضيح أن هناك قوة جديدة قادمة، لكنه ليست كما يعني هو واضح ليست نية حقيقية لإنهاء الأزمة التي يعني امتدت على مدار السنتين، وليست هناك بوادر حتى للإنهاء. جانب الدعم للجانب الأوكراني سواء من أوروبا أو أمريكا بدأ يبقى فيه نوع من الاختلاف حوله، وشفنا يعني مسألة الإغلاق الخاصة بالمؤسسات الفيدرالية، وشفنا أيضا مسألة النداءات الخاصة بعدم وجود دعم أوروبي، صحيح. كل هذه الأمور الحقيقة غير واضحة، المشهد رمادي، وبالتالي يعني لا يبشر بأننا أمام لا نظام دولي جديد قائم على العدالة والمساواة ولا حتى حل الأزمة التي ضربت بامتياز في النظام الدولي، صحيح. الأصلي، صحيح. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا فندم. شكرا لحضرتك وللسادة المشاهدين. مشاهدينا الكرام، كنا دايما نقرا للعايز يعرف طبيعة مجتمع أو يتعرف على ثقافة دولة يروح المسرح، والحقيقة احنا مصر دلوقتي فيها مجموعة من العروض المسرحية الشابة اللي بيقدمها مجموعة من الشباب واللي بتعمل حركة رواج في داخل أو في جانب المسرح في مصر. نسيح حضراتكم دلوقتي مع تقرير عن عرض مسرحي بعنوان تنفيذ أوامر، عرض بيسلط الضوء ان ازاي ندير الموارد المالية بتاعتنا. سيب حضراتكم وبعدها اسمحوا لي هيكون معانا لقاء مع دكتور ماجد القمر رئيس جامعة كفر الشيخ ورئيس أكاديمية أخبار اليوم، انتظروني بعد التقرير. قضى رواد مسرح الحكمة بساقية الصاوي ليلة متميزة بمتابعة العرض المسرحي الراقي تنفيذ أوامر الذي كتبه وقام ببطولته المؤلف والممثل زياد طارق. النص مبني على فكرة إدارة المال، إزاي نقدر ندير المال وإزاي نحكمه بشكل كويس من خلال الأسرة، إزاي الأب والأم لما يخلفوا إزاي يعملوا كنترول على الأولاد، لو أنت غني ما تصرفش كتير عشان العيال ما تبص، لو أنت فقير إزاي تعمل كنترول. الموضوع كله ان المال السايب زي ما بيقولوا عالم السرقة، فكان الاب عامل وسائل ترفيهيه لاولاده بسبب انه غني جدا، وقبل ما يموت كتب وصيته وقدروا من خلال الوصيه ان هم الحمد لله يتصلح حالهم يعني بناس كويسين. احنا حبينا نجيب قضايا اجتماعيه من الناس علشان توصل للناس، مش عايزين نجيب قضية أصلا الناس مش منتبه لها. يعني المشكلة اللي حضرتك شفتيها جوه على المسرح هتلاقيها في أي بيت، هتلاقيها في بيتك، هتلاقيها في بيتي، هتلاقيها ما بين عيلتك وما بين عيلتي، فاهماني؟ فحبينا إن احنا نسلط الضوء بس على قضية مهمة. كانت رسالة حزن يعني بتقول إن احنا بعد موت الأب وبعد إخفاقات كتير جدا ممكن إن احنا نتأثر، ممكن إن احنا نجري وندار دموعنا وإن احنا نهرب من كل حاجة، وده طبعا يعني حقيقي حصل لما طبعا حامد بيتوفى، كانت صدمة الأولاد والعيلة كلها. العرض التاني لما
ظهرنا فيه كان بالنسبة لنا التناسق بتاعنا أولا أقوى بكتير جدا بعد الكورسات وبعد الكلام اللي احنا اوريدي اصلا عملناه. موضوع كبير جدا بالنسبه لنا ان احنا بقينا اوريدي اصلا متوافقين جدا مع بعض. دي كانت اهم حاجه واهم شيء. العرض على عينك يا تاجر كان هو اول عرض لنا شاركنا فيه، وده انا كنت مشارك في الكتابه وممثل. والعرض الثاني ده عملنا فيه تنفيذ اوامر، جلسات عمل مع المخرج، انا شخصيا للشخصيه بتاعتي شخصيه شفع المحامي، وتحضيرات، وقدرنا ان احنا نحط قالب كوميدي اجتماعي جوه العيلة بحيث ان هو يخرج في رسالة وهدف اجتماعي كوميدي نقدر نوصله للناس بشكل كويس. المسرحية كانت طويلة، كانتش سهلة، بس دي كانت تاني مرة تتعرض. من الحاجات اللي كانت بتسهل قوي على المسرحية كانت ان الفريق كله عايز يطلع في احسن شكل، كانت ان استاذ بلال بيلتزم بالبروفات، وكان يعني زي ما تقولي ان هو بيهتم ان كل واحد يطلع في احسن شكل. تدور أحداث المسرحية حول أسرة ثري كبير تعاني من التفكك رغم تواجدهم تحت سقف قصر واحد، ولكن يعيش كل منهم بطريقته ليوضح لنا تأثير العولمة والانفتاح وتأثير السوشيال ميديا على حياة الناس، مما يدفع رب الأسرة إلى كتابة وصيته قبل رحيله التي يتفاجأ بها الجميع. وتستمر الأحداث في قالب استعراضي فني بجدارة تحت إشراف مصمم الاستعراض الفنان عصام شرارة. بسنت محمود، صباح البلد. البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. خلونا في وسط الأحداث الصعبة الدول العالم بتعيشها، واللي مصر طبعا طرف يعني موجود ومشارك في هذه الأحداث بدور الوساطة اللي دايما مصر بتلعبها لتهدئة الأوضاع. لكن الحقيقة عندنا جوانب حلوة قوي في مصر لازم نتكلم عنها، وعندنا كمان أساتذة كبار احنا تعلمنا على أيديهم، وفي أجيال هتتعلم على أيديهم، ودايما مصر زي ما بنقول ولادة وموجود فيها علماء بنفخر بيهم. مؤخرا أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية اختيار دكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ السابق ورئيس أكاديمية أخبار اليوم الحالي ضمن أفضل 2% من علماء العالم في مجال النانو تكنولوجي والإلكترونيات المرنة للعام الرابع على التوالي. جامعة ستانفورد كمان أدرجت نسبة حوالي 10.66% من إجمالي أعداد العلماء المصريين ضمن قائمة ستانفورد من خلال دراسة لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من 50 تخصص علمي، ودول بالتأكيد بيمثلوا نماذج مشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية. خلونا نتكلم أكتر كمان عن النانو تكنولوجي، أهميته، العلماء المصريين المتخصصين، هذا المجال الهام واللي بدأنا نتكلم عنه منذ فترة، دورهم إيه وأهمية البحث العلمي النهاردة وإحنا موجودين وبقى العالم كله بيتكلم بلغة العلم. شرفنا ومنورنا ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ السابق ورئيس أكاديمية أخبار اليوم. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. مبروك الأول، لأن دي حاجة مشرفة يعني، فألف مبروك، تهانينا لحضرتك من أسرة البرنامج ومني أنا كمان شخصيا. ألف شكر يا فندم. في الفاصل كنت بتكلم بقول إشمعنى 2%، فحضرتك شرحت لي، فياريت بقى نقول برضو هذا الحديث، يعني إيه 2% اختيار حضرتك من ضمن 2% من العلماء؟ هو نسبة 2%، لأن الخطأ الإحصائي أو المعيار الإحصائي 2% ده بيكون أقل خطأ، وبالتالي بالنسبة للتميز ف 2% بتعتبر نسبة تميز عالية لبقية النسبة اللي هي 100%. فهو تم اختيار 2% بناء على الإنتاجية البحثية لكل باحث، بالإضافة إلى عدد الاستشهادات للباحثين الآخرين. بمعنى أن الباحث بحوثه بتدرج ضمن
المرجعية أو المراجع اللي بيستخدمها الباحثين في هذا المجال. تمام. فنسبة عدد الاستشهاد ونسبة وعدد انت البحوث المنشورة ده أهم معيار لاختيار الباحثين، ونسبة 2% في كل مجال من المجالات. طيب، عمل قائمة علمية إيه أهميتها؟ يعني إن هذه الجامعة أنا قلت إن احنا عملنا قائمة للعلماء، صح كده؟ قاعدة البيانات. قاعدة البيانات. اه. ايه اهمية وجود، يعني احنا اكيد ان احنا دلوقتي اي حاجة عايزين نعرفها بنروح بنقول ده احنا عندنا قاعدة بيانات. وجود علماء مصريين داخل هذه القائمة. واهميته، وايه اللي ممكن الدور اللي يلعبه العلماء في الموجودين داخل هذه القائمة يا دكتور؟ هو في الحقيقة طبعا ان في عدد كبير من العلماء المصريين والباحثين المصريين متميزين في مجالات متعددة، ولو أحسن استخدامهم وتعظيم الاستفادة منهم في المجالات التطبيقية والتكنولوجية ده هيكون مصدر كبير للاقتصاد القومي، لأن احنا شفنا الدول المتقدمة بتعتمد على العلم واقتصادها كله اقتصاد مبني على التكنولوجيا، واحنا بنعيش في التكنولوجيا المتقدمة اللي هي بتعتمد على الإلكترونيات، صناعة الإلكترونيات وتطبيقات النانو تكنولوجي في جميع المجالات اللي هي أدوات الثورة الصناعية الرابعة. فدي مهمة جدا استخدامها في المجال البيئي، في مجال صناعة الإلكترونيات، في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية، في مجال أشباه الموصلات. يعني النهاردة الحرب بين الصين وبين أمريكا دي قايمة على التقنيات التكنولوجية وصناعة الرقائق الإلكترونية، وأيضا أمريكا بتطالب الصين أنها تدفع لها نسبة، لأن بتعتبر نفسها هي المخترع الأول، وبالتالي أي اختراع أو أي تحديث في الاختراع من ناحية الصين أمريكا عايزة تاخد مقابل ليه، مع أن القانون الأمريكي بيقول أي تعديل على اختراع بيعتبر اختراع جديد. وبالتالي في حرب بينهم على تملك التكنولوجيا المتقدمة، وخصوصا بعد الصين ما أنتجت الترانزستور متناهي الصغر اللي حجمه 3 نانومتر، ده أصغر ترانزستور في العالم، وبالتالي ده بيعمل ثورة في صناعة الهاتفات المحمولة، لأن ده أحد المكونات في صناعة الإلكترونيات اللي هي صغيرة الحجم. من هنا بتبدأ أو بتبان أهمية استخدام التكنولوجيا في الاقتصاد القومي، لأن التكنولوجيا المتقدمة وإنتاج المعارف وإنتاج المواد الجديدة وحل للمشكلات دي كلها وظائف البحث العلمي. حضرتك، يمكن انا كان سؤالي هي يعني ايه، لو بشرح ليا وللمشاهد اللي بيسمعني هو ايه النانو تكنولوجي وايه ممكن نستفيد منه. حضرتك قلت لي ان احنا ده في مجال الصناعات التكنولوجيه اللي موجود، اللي حضرتك اتكلمت فيه والسرعه الرهيبه في ابتكار واختراع حاجات كبيره، وبنقول القطار الصيني يعني شغال بسرعه شديده، يمكن حضرتك اشرت لي اختراع صغير يعني في هذا المجال، احنا فين؟ مصر فين دلوقتي من هذا التطور الكبير في هذا المجال؟ ويمكن التصنيف ستانفورد بين ان في عدد كبير من الباحثين والعلماء المصريين متميزين من خلال الإنتاجية العلمية وعدد الاستشهادات العلمية لأبحاثهم. احنا محتاجين في الفترة الجاية طالما عندنا علماء عندهم خبرة في النشر وفي البحث العلمي يبقى لازم نعظم الاستفادة من هذه الأبحاث إنها تكون أبحاث تطبيقية، وبالتالي نركز على البحوث اللي هي بتنتج مواد جديدة بتحل مشكلات. لو احنا ماشينا في هذا الاتجاه مصر هتتغير، لأن الاقتصاد التكنولوجي هو المعيار اللي هو بتتحدد عليه تقدم الأمم. يعني في مجال الأسلحة كلها تكنولوجيا، في مجال معالجة مشاكل البيئية تعتمد على التكنولوجيا، في مجال كل الصناعات بتعتمد على التكنولوجيا، السيارات محتاجة تكنولوجيا متقدمة، الهواتف المحمولة، حتى كمان شاشات التلفزيون كلها مبنية على تطبيقات النانو تكنولوجي. فدي كلها أبحاث متقدمة
فالعالم في الغالب بيهتم بهذه البحوث. ليه انا بقوم بهذا البحث؟ ايه المشكله اللي انا عايز اعالجها؟ او ايه الهدف من هذا البحث اللي هي بيسموها البحوث الموجهه؟ بحوث موجهه لحل مشكلات او لانتاج تكنولوجيات او انتاج معارف جديده. فلو احنا ركزنا في هذا المجال، ويمكن وزاره التعليم العالي بتهتم بهذا المجال من خلال الخطه الاستراتيجيه الجديده اللي اعلنها وزير التعليم العالي، ومن خلال اكاديميه البحث العلمي وتمويل المشروعات اللي بتمولها الوزاره، كلها دلوقتي مبنيه على الابحاث التطبيقيه. ولكن الابحاث التطبيقيه بتحتاج وقت، بتاخد وقت شويه عشان نوصل لمنتج في البدايه، بعد كده بتبقى ايه سريعه. فاحنا بنبني جيل دلوقتي قائم على انتاج البحوث التطبيقيه زي الكترونيات المرنه اللي هي المجموعه البحثيه اللي معايا شغاله فيها. يعني ايه بقى الالكترونيات المرنه؟ علشان برضو احنا عايزين نوضح احنا مش هنفهم المصطلحات دي يا دكتور، فحضرتك قولي ايه هي الالكترونيات المرنه وبنستخدمها في ايه؟ الالكترونيات المرنه دي احنا عندنا الالكترونيات الصلبه اللي هي اللي احنا عارفينها كلنا. الالكترونيات المرنه دي بقى قابله للشد وللمط، ولها خصائص فيزيائيه شبيهه لجلد الانسان، وبالتالي بيسموها الجلد الاصطناعي اللي هو الارتفيشال سكين. الالكترونيات دي بتكون عباره عن اجهزه استشعار او اجهزه قابله للارتداء، بتستخدم في تطبيقات عديده زي جهاز الضغط، زي رسم القلب، زي مراقبه الصحه، زي العلاج الطبيعي، بتستخدم في السيارات، بتستخدم في الفضاء، بتستخدم في الاسلحه في الجيش، لها عديد من التطبيقات. فدي جيل جديد من الالكترونيات، او بيسموه الكترونيات الجيل القادم. فدي الكترونيات متقدمه جدا، وهي بتتكون من مواد نانونيه هجينه، عديد من المواد عشان نوصلها للخصائص اللي احنا عايزينها والوظائف اللي هتقوم بيها. تمام. طب خليني، يعني وجود حضرتك معايا الحقيقه هيشجعني ويطمعني ان انا اقول حضرتك رجل علم ورجل اكاديمي، الى جانب ان حضرتك رجل اداري في فكره اداره الجامعات. النقطه اللي مش هينفع اعديها هي الفكره اللي احنا طول عمرنا، واعتقد ان حضرتك كمان يعني هتفتكر معايا، احنا طول عمرنا بنقول هو احنا ليه عندنا البحث العلمي مش مرتبط بتنفيذه على الواقع؟ ليه عندنا دايما نعمل رسائل الماجستير والدكتوراه والاوراق البحثيه والابحاث وتحط في الدرج لانها غير قابله للتطبيق، وبعدين لما نيجي ندور نلاقي مفيش، وخصوصا النقطه اللي حضرتك اتكلمت عنها ان هذه الابحاث بتاخد وقت طويل على ما يتم تنفيذها، يعني هي طويله المدى. الفكره اتغيرت بنسبه قد ايه يا دكتور؟ يعني هل احنا تحسننا بنسبه قد ايه في ان احنا نوجه علمائنا وباحثينا في فكره ان انا اعمل حاجه يتم الاستفاده منها مباشره؟ طبعا الابحاث الاخرى مهمه، ولكن الجانب التطبيقي. هو يمكن الفكره اتغيرت بدرجه كبيره. كويس. وبقى في الثقافه ايضا اتغيرت. وده الأهم، لأن أنا لو عايز أغير الإنسان فتغييره صعب جدا، ولكن لازم أغير الكالتشر أو الثقافة من خلال التشريعات، ثقافة البحث العلمي نفسها. ثقافة البحث العلمي وتشريعات البحث العلمي. صحيح. فإحنا بدأنا في هذا الاتجاه، ولكن إحنا محتاجين لعديد من التشريعات اللي هي بتسهل البحث العلمي وبتسهل المشتريات بالنسبة لمتطلبات البحث العلمي. زي إيه يا دكتور؟ فرصة بقى وحضرتك معانا، زي إيه اللي ممكن يبقى تشريعات موجودة؟ وخصوصا إحنا لما بنيجي نقول إحنا عايزين تشريعات يقول مصر مليانة تشريعات. لكن في مسألة البحث العلمي من وجهة نظرك، إيه هي التشريع اللي محتاجينه النهاردة علشان نبدأ نسرع من وتيرة الاختراع؟ ويمكن التشريع اللي احنا محتاجينه النهاردة اللي هو ازاي احول براءة الاختراع لمنتج اللي انزله السوق. دي ما زالت فيها مشاكل. والعلاقة بين الباحث وبين الصناعة، وازاي الصناعة تستفيد من انتاج البحث العلمي ويبقى بتوجه البحث العلمي لمشاكل الصناعة. فدي تشريعات محتاجة انها تتغير، ومحتاجة انها يبقى في تكامل بين الصناعة والبحث العلمي، وبالتالي الصناعة تمول البحث العلمي وتمول البحوث اللي هي هتستخدم لحل مشاكل
الصناعة. فدي مطلوبة، دي موجودة في العالم كله، بيبقى في عندي بحوث لصالح المؤسسة وبحوث لصالح مثلا وزارة الدفاع، بحوث لصالح وزارة الصناعة، بحوث لصالح وزارة البيئة. فبيبقى في تكامل بين الوزارات وبين المؤسسات. ده بيسموه البحوث الموجهة. البحوث الموجهة دي احنا يمكن بدأنا فيها ولكن بنسبة بسيطة، ولكن بالنسبة لخمس سنين قبل كده لا، احنا في موقف احسن، موقفنا احسن وفي تحسن وفي امل ان احنا نتحول للبحوث التطبيقية في جميع المجالات. اتذكر قبل كده في يعني في حوار لسيادة الرئيس كان بيتحدث عن فكرة المجالات الجديدة، وربما كان الحديث عن مجال البرمجة. فلما جينا نقول احنا هل احنا عندنا طلبة او موجودين او شباب موجود عدد كافي ان احنا يواكب التطور، كانت الإجابة مش بالكم المطلوب، او اللي نجحوا في المسابقة ما كانش بالكم المطلوب. فكرة وجود او الجاذبية لمجال النانو تكنولوجي للدراسة من جانب الطلبة، هل في اقبال دلوقتي اتغير الفكر بقى عن الكليات الاخرى والمجالات، ولا احنا لسه ما زلنا برضو في نفس الثقافه؟ ما انا يهمني بقى عندي اجيال، احنا تم اختيار 87 عالم مصري في قائمه ستانفورد، احنا عايزين بقى يفضل التواصل موجود. شايف حضرتك اقبال الشباب على هذا المجال؟ انا شايف ان اقبال الشباب على مجال النانو تكنولوجي اقبال متزايد في جميع المجالات. كويس. في المجالات الطبيه والمجالات الهندسيه والمجالات العلميه المختلفه في اقبال، يعني انا معايا رسائل في طب الاسنان، كليات طب الاسنان، انا بشرف على طلبه في كليات طب الاسنان، في كليات الهندسه، في كليات الصيدله. فبدا النانو تكنولوجي بينتشر في جميع التخصصات، لان النانو تكنولوجي ده بيعتبر تخصص عام ومنظومه بتضم جميع التخصصات الاخرى. طب اسمح لي بس، احنا يعني وصل لنا خبر عاجل ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي في اطار التشاور المستمر ما بين الرئيسين حول الاوضاع طبعا الموجوده ومستجدات الاوضاع الموجوده الراهنه في قطاع غزه، وتم التوافق بشان خطوره الموقف وبالنظر لحده التداعيات الانسانيه طبعا اللي بيعاني منها هذا القطاع، في ضوء كمان عدم دخول المساعدات الانسانيه لهذه المنطقة. استعرض كمان الرئيس في هذا الصدد الجهود الحثيثة اللي بتقوم بها الدولة المصرية من أجل الوصول لمسار للتهدئة، وكمان فيما يتعلق بضرورة وصول المساعدات الإنسانية اللي موجودة واللي احنا منتظرين انها تدخل لهذا القطاع الذي يعاني منذ أيام. معلش يا دكتور عذرا للمقاطعة. خلينا هرجع تاني بقى، وحضرتك قول لي، يمكن احنا قلنا ان دلوقتي بقى في اقبال في طب الاسنان ان احنا يبقى النانو تكنولوجي موجود، فضولي هيقول لي النانو تكنولوجي هيطبق ازاي في طب الاسنان؟ النانو تكنولوجي في طب الاسنان، طب الاسنان بيعتمد على مواد، مواد الحشو، مواد التنظيف، مواد معالجة اللثة والتهابات اللثة، كل دي مبنية على تطبيقات النانو تكنولوجي ومواد في حجم النانو. لأن المواد في حجم النانو في الحجم الصغير خصائصها بتتحسن، وبالتالي تطبيقاتها بتزيد، فبيتم استخدامها بدل المواد في الحجم الكبير. فأغلب مواد طب الأسنان وأدوات طب الأسنان بتعتمد على النانو تكنولوجي، حتى زراعة الأسنان بتعتمد على النانو تكنولوجي. حضرتك أربع سنوات متتالية، أربع سنوات اللي هي عمر التصنيف، عمر التصنيف من بدايته. يعني أنا بوجه لحضرتك كل التحية، إن شاء الله نكمل بإذن الله ونشوف إنجازات لعلمائنا وحضرتك طبعا يعني أستاذنا. نحن كل مرة نهني حضرتك على هذا الاختيار، نورتنا وشرفتنا وسعيدة وفخورة بوجود حضرتك معنا النهاردة يا دكتور. شكرا جزيلا. بشكر دكتور الأستاذ الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ السابق ورئيس أكاديمية أخبار اليوم. زي ما شفتوا حضراتكم يعني عندنا أساتذة وعلماء بنفخر
بيهم في كل دول العالم لهم بصمة موجودة، ودي حاجة تطمن ان مصر قادرة انها تواجه التحديات، وان احنا نقدر ان احنا نعدي كل الأزمات اللي موجودة، لان ما فيش حد هيعمل حاجة من غير العلم. يعني لا بالفهلوة ولا لا، خلاص دلوقتي بقى هو العلم هو أساس التحدي والتطور السريع والمتلاحق في دول العالم، ووجود الدول كقوة عظمى متوقف على أهمية العلم ودوره داخل هذه الدول ومجتمعاتها. بشكر حضراتكم جدا، فاصل ومكملين معاكم صباح البلد. اهلا بيكم، صباح الخير، صباح البلد، حلقه جديده وفقره جديده صحيه معاكم. الحقيقه انه في حالات كتير بيكون او بتكون الجراحه هي علاج انسداد الحيوانات المنويه وبتؤدي لاستعاده الخصوبه. في حالات تانية بيكون إصلاح مثلا دوالي الخصية هو اللي بيكون قادر على استعادة القدرة على الحمل مرة أخرى. حلول كتير وأسئلة كتير في الموضوع ده، انعدام الحيوانات المنوية. خلينا نعرف إيه أحدث العلاجات وإيه أبرز الأسئلة اللي بتسأل في الموضوع ده مع دكتور أحمد عصمت، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. أهلا بيك يا دكتور أحمد، صباح الخير. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير، وصباح الخير على السادة المشاهدين كلهم. أهلا بيك، منورنا. بداية عايزين نعرف كده، قول لنا العادي الطبيعي في موضوع انعدام الحيوانات المنوية، هل بنسبة كام ده بيحصل، وإيه الطبيعي اللي نقيس عليه أنه في نقص أو في انعدام؟ خلينا نتكلم الأول أساسا يعني إيه انعدام حيوانات منوية. في مرضى كتير بتبقى عندها فكرة أن انعدام الحيوانات المنوية يعني ما فيش سائل منوي بيخرج منها. لا، السائل المنوي ممكن يكون بيخرج بصورة طبيعية جدا، ممكن في بعض الحالات تكون كميته قليلة، لكن المشكلة بتحصل أن ما فيش حيوانات منوية اللي مسؤولة عن الإخصاب نفسه أو الإنجاب بتظهر في التحليل ده. عشان أقول أن المريض ده فعلا مريض انعدام حيوانات منوية، بحتاج حاجتين. لازم على الأقل يكون المريض ده عمل تحليلين سائل منوي ما ظهرش فيهم أي حيوانات منوية، وأن يكون التحليل ده اتعمل في مكان متخصص. ساعات احنا بنتفاجئ أن المريض عمل تحليل سائل منوي عادي في مكان مش متخصص وتشخص ان هو مريض انعدام، طبعا انت عارفه بتبقى صدمه كبيره جدا. نفس المريض ده ممكن يعمل تحاليل تاني نلاقي فيه حيوانات منويه. ده بيتوقف على نوع الميكروسكوبات المستخدمه والدكتور المعمل الموجود. فعشان نقول دايما ان ده مريض انعدام حيوانات منويه، لازم الشرطين دول يفرقوا معايا جدا. ولازم يعمل مرتين تحاليل. ده على الاقل ممكن ثلاث مرات كمان. لانه ممكن في مره ما يظهرش، ممكن في مره تانية وارد. يظهر ده وارد. وارد طبعا يظهر. طيب احنا عايزين نعرف برضو، ادينا ارقام او نسب مئويه. بنسبه كام يتقال ان عندي انعدام، وبنسبه كام يتقال ان انا طبيعي؟ نسبه المرض عموما انعدام الحيوانات المنويه على مستوى العالم بيمثل 1% من الرجاله. يعني 1% من رجاله العالم ممكن يصابوا بانعدام الحيوانات المنويه. لو قسنا على مصر مثلا، عندنا 50 مليون راجل، بنتكلم في حوالي 500 الف راجل ممكن يكون مصاب بحالات انعدام حيوانات منويه. طيب بتمثل قد ايه من مرضى انعدام الحيوانات المنويه؟ احنا بنتكلم من مرضى تاخر الانجاب حوالي من 15 ل 20% من الحالات. يعني انا عندي في العياده مش اقل من 30 ل 40% من المرضى ممكن يوصلوا ان هم يكونوا حالات انعدام حيوانات منويه. دي النسبه بشكل يعني كارقام يعني. اللي يهمنا اكتر من النسبه كمان ايه الاسباب. كنت لسه اسال حضرتك. طبعا احنا هنخش إيه في العلاجات طبعا، فايه الاسباب فعلا طبيه وحياتيه؟ جميل. في اسباب خلينا نقسمها لجزئين كبار. الاول يعني كديت كسبب ان احنا نوصل ان مفيش حيوان منوي بيظهر في السائل المنوي. اول مجموعه ان ما بيكونش فيه يعني ان الخصيه بتنتج حيوانات منويه عادي خالص، بس في انسداد في الطريق. الحيوان المنوي ما بيخرجش بصوره طبيعيه نتيجه وجود انسداد، ممكن يكون من اول الخصيه نفسها، البربخ، الوعاء الناقل نفسه للحيوان المنوي، اي مكان من ده ممكن يحصل فيه انسداد، ممكن يوصل المريض ان هو ما يكونش فيه حيوانات منويه في السائل. عظيم. دي مجموعه، ودي المجموعه السهله في العلاج واللي بيكون نسب نجاحها احسن بكتير. طيب المجموعه الثانيه
اللي هي الخلل الوظيفي او الضعف الوظيفي نفسه اللي بيكون موجود في انسجه الخصيه. دي ليها اسباب كتير، اسباب يا اما على مستوى الغده النخاميه نفسها وافرازها للهرمونات المنشطه للخصيه، او ان يكون عندي مؤثر خارجي هو اللي وصل الخصيه دي انها ما تنتجش حيوانات منويه. يعني في مريض ممكن يكون بيطلع حيوانات منويه في وقت من الاوقات، وبعد نتيجه ظرف خارجي يبتدي ياثر على الخصيه دي لدرجه انها توصل ان مفيش حيوانات. ايه الظرف الخارجي منوية؟ طيب ممكن نقولها حتى من باب الوقايه، يعني ممكن الراجل يعني ازاي يحافظ على نفسه انه ما يوصلش لحاله انعدام حيوانات منويه من اول الطفوله خالص، من اول ان هو يكون طفل صغير لازم الام تتاكد ان مفيش خصيه معلقه، ان الخصيه موجوده في مكانها. طيب لو موجوده لازم تتعالج في الوقت المناسب، يعني ماكسيموم احنا بنتكلم من 6 شهور لسنه، ما ينفعش تاخر عن كده. كل ما بالوقت بيعدي عليا كل ما ممكن الخصيه دي توصل ان هي انعدام حيوانات منويه. طيب كبرنا شويه، مرحله البلوغ حصلت ازاي؟ اتاخرنا فيها ما اتاخرناش؟ كل ما انا قدرت احافظ على الطفل ده قبل ما يدخل في مرحله البلوغ كل ما انا حافظت على القدره الانجابيه بتاعته. عندنا 10 اسباب مثلا التواء الخصيه، ده وارد يحصل. فبالتالي لو الطفل بيشتكي من اي شكوى في منطقه الخصيتين، وجع بيمسكها، يعني حاسس ان في مشكله في المكان ده، لا لازم الام تكون مركزه جدا مع الطفل وتسرع لمراجعه الطبيب يعني. طيب عندنا مثلا سبب تاني برضو مشهور جدا ممكن يوصل ان المريض يوصل لحاله صفر حيوانات منويه، زي دوالي الخصيتين. لو دوالي الخصيتين موجوده بنسبه كبيره جدا ممكن توصل المريض ده يا اما يكون بيطلع ساعات في السائل المنوي واوقات ما يطلعش، او يوصل تحليل السائل المنوي ان هو يبتدي يقل تدريجيا لحد ما يوصل ان ما يكونش فيه حيوانات منويه خالص. عندنا برضو طبعا العلاج الاشعاعي، علاج كيميائي. لو في مريض مثلا هياخد علاج من ده لازم يزور الاول دكتور الذكوره، لان انا ممكن اجهزه او احافظ له بشكل معين على انسجه الخصيه قبل ما يبتدي رحله العلاج ده. وبالتالي احنا بنحافظ على القدره الانجابيه للمريض. ده بشكل عام اشهر الاسباب واكتر الحاجات اللي ممكن المريض يعني يحاول. خليني كمان اقف هنا يا دكتور قبل ما نروح للعلاج عشان نتكلم فيه برضه باستفاضه. حضرتك قلت احنا اتكلمنا عن الهرمونات اللي من الغده النخاميه، اتكلمنا ان ممكن يكون الطفل وهو صغير، اتكلمنا على بعض الامراض اللي موجوده اللي ممكن تؤدي لانعدام الحيوانات المنويه، لكن عايزين نقف برضه عند حته انه اللايف ستايل بتاعي بالزبط. ممكن بالزبط. ازاي ياثر سلبا يعني العادات. طبعا بس دايما القدره الانجابيه هي جزء من الصحه العامه للراجل. كل ما انا اقدر ان انا احافظ على الصحه العامه ليا كل ما انا هحسن مش القدره الانجابيه بس والقدره الجنسيه كمان. بمعنى ايه؟ اشهر الاسباب اللي ممكن تاثر على القدره الانجابيه التدخين بالظبط، الكحوليات، المخدرات، السمنه مثلا. السمنه طبعا كل اضرارها، يعني السمنه ممكن بتؤدي يعني يحصل تصلب في الشرايين، اللخبطه اللي بتحصل في الدهون نفسها في مستوى الدم ممكن توصل ان يحصل مرض سكر. ممكن يعني السمنه ليها اضرار كثيره جدا بتاثر على الصحه العامه للمريض. كل دي يعني بشكل عام الاسباب اللي ممكن توصل المريض ان هو يبقى في خلل في القدره الانجابيه للمريض ده. تمام. طيب هنبدأ بالعلاج يا دكتور. احنا اتكلمنا على أسباب متعددة، في هرمونات، في مؤثرات خارجية، في أمراض داخلية. بتبدأوا ازاي بقى أول ما الدكتور أول ما المريض على طول بيجي على طول، ايه الأسئلة اللي انت بتسألها له وهو ايه الأسئلة اللي بيسألها لك تخوفا؟ يعني احكي لنا لو حالة عندك مثلا. احنا دايما في مريض نقدم الحياة المنوية احنا لينا 3 أهداف مع المريض. أول هدف ان انا اطلع ان المريض ده يبقى مريض طبيعي، يخلف بشكل طبيعي. ده هدف لينا في العلاج. بيحصل بيحصل مع بعض المرضى اغلبهم ان هو يكون مريض مثلا عنده انسداد، مريض عنده انسداد في مكان معين على مستوى القنوات القاصفه. ده ممكن عن طريق عمليه بسيطه جدا، ندخل بالمنظار مفيش اي فتح جراحي، بنشيل الانسداد ده. المريض ممكن يتحول من مريض انعدام حيوانات منويه ان هو مريض بيخلف بشكل يبقى بالظبط يبقى بيخلف بشكل طبيعي.
وساعات المرضى دي بالذات بتدخل في مشكله كبيره، ان هو لو يعني تابع مع حد غير متخصص ممكن يلاقي نفسه اساسا بيعمل عينه خصي. يعني هو تشخص ان هو انعدام حيوانات منويه بس ادخل اعمل عينه خصي. الممارسات دي للاسف بنشوفها، على الرغم من ان انت لو المريض ده قدرنا نوصل للتشخيص بتاعه ان مثلا زي ما بقول لك في انسداد وتعالج المريض ده بيمارس حياته. الانسداد ما ينفعش تبداوا معاه بادويه بتخشوا على طول بجراحه لو مسكنا طبعا الانسداد ده حاجه ميكانيكيه هي اللي منع خروج الحياه المنويه، فلو انا قدرت اشيل السبب ده المريض مش محتاج علاج الا لو في مشكله ثانيه مصاحبه للانسداد زي الخلل الهرموني مثلا. ساعات المريض بيكون فيه اكتر من سبب مش سبب واحد، فلو فعلا في خلل هرموني تاني مصاحب ليه برضه زي ان يكون ضعف على مستوى الغده النخاميه، المريض ده لو خد علاج بصوره مظبوطه والجرعه بتاعته اتاخدت مظبوطه المريض ده بيطلع حيوانات منويه في السائل المنوي وبيتحول برضه لمريض ممكن يخلف طبيعي. طيب الهدف الثاني ليا في العلاج رحله العلاج ان انا لو انا المريض ده ما خلفش بصوره طبيعيه انه على الاقل يطلع في السائل المنوي. انا لو قدرت ان المريض يطلع حيوانات منويه في السائل المنوي انا جنبت المريض ده دخول غرفه العمليات. طبعا يعني فده هدف، وهدف بيحصل في نسبه مش قليله من المرضى. احنا بنتكلم يعني في 20-30% من المرضى الانعدام ده ممكن يكون خطه من يعني طريقه من طرق العلاج. اخر حاجه خالص ان انا لو على الاقل ما ظهرش حيوانات منويه في تحليل السائل المنوي واحتجت ان انا اعمل عينه ميكروسكوبيه انا زودت نسب البؤر او البؤر المنويه اللي انا بحتاج ادور عليها بالميكروسكوب عند المريض ده، فبالتالي نسب النجاح بتزيد جدا بتوصل ل 40-60% في علاج المرضى دول. فعشان كده دايما بنأكد ان مريض انعدام الحيوانات المنويه لو من الاول قدرنا نمشي خطوات علاج مظبوطه اتشخص من الاول صح عرفنا ايه السبب لا المريض ده يعني نسب النجاح كتير جدا ليه جدا يعني صحيح. بس في مرضى للاسف الشديد بيسمعوا كلام صعب جدا يعني هم ممكن اول ما يلاقي ان هو انعدام حيوانات منويه ممكن يسمع من دكتور انت مفيش امل الحالات دي يا ابني صعبه ما تحاولش. الكلام ده مش حقيقي خالص، نسب النجاح بتوصل ل 40-60%. طبعا طيب في مشكلة تانية برضو ان المرضى بتبتدي تدخل على الانترنت بتبتدي تسمع كلام متناقض جدا وكلام ساعات بيلخبطهم اكتر وبيدخلهم في حيرة اكتر. اعمل عينة على طول ما اعملش، اخد علاج الاول ما اخدش، طب هرمون الاف اس اتش عالي هرمون الاف اس اتش قليل، كل الحاجات دي بتعمل ضغط على المرضى وبالتالي هو مبقاش ساعات عايز يبتدي حتى خطوات العلاج يقولك لا انا خلاص، وده مش صح. انت مريض زي اي مريض تاخر انجاب نسب النجاح هتكون عاليه جدا زي ما اتفقنا لو احنا مشينا خطوات العلاج مظبوط. هنا يا دكتور فكره خبره الطبيب وخبره المكان قد ايه بتفرق؟ يعني قد ايه بتوفر على المريض كل حاجه وقت وفلوس وجهد؟ طبعا من اول التشخيص يعني ان انت ان الدكتور يقدر يشخص المريض الاول دي حاجه مهمه جدا. طيب انا شخصت المريض، طب انا هعمل له عينه او هدي له علاج؟ هدي له علاج لقد ايه؟ هل العلاج ده فعلا مناسب لحالته؟ احنا ساعات بنفاجئ ان في روشتات مطبوعه المريض بياخد كم من الادويه هو مش محتاجه لمجرد ان هو سمع ان لازم اخد ادويه، لا كل مريض الخلل اللي عنده بيختلف من مريض للتاني. طيب نوع الميكروسكوب اللي بيستخدم كل مكان طبعا كل مكان يعني في ناس بتفكر برضو ان الميكروسكوب العادي اللي هو النضاره اللي هي المكبره اللي بنستخدمها ان هي دي الميكروسكوب، دي تكبيرها بيكون 2 أو 4 اكس بكتير. امال ده كام؟ لا احنا بنتكلم في 16 و25 وبتوصل ل 40 اكس، وانا بقدر استخدم كل الـ يعني التكبير ده ان انا اقدر اوصل للبؤر المنويه. صحيح. طيب هل ده بس كده؟ لا المعمل كل ما بيكون المعمل مجهز ان دكتور المعمل نفسه فاهم يعني ايه حاله تاخر انجاب، فاهم يعني ايه قد ايه المريض ده بيعاني نفسيا، الاسره دي كلها مستنيه خبر طبعا ان انا لقيت او ما لقيتش، فبياخد وقت طويل جدا في ان هو يدور على الحالات المنويه دي، الاجهزه اللي معاه نفسها تكون اجهزه حديثه، كل ده طبعا بيفرق في نسب النجاح. فلا التشخيص المكان الدكتور. جودة الأجهزة كل ده طبعا بيفرق، والأهم من كده إن تكون الحالة النفسية للمريض كويسة.
احنا بنتعامل مع مريض لازم نهتم معاه برضو بالجزء النفسي. صحيح. يعني التمارين بتقول انت ما فيش انعدام، يعني ان ما فيش حالات منويه، ده مش خبر صادم صعب طبعا يعني. انت مش هتخلف تاني. فلا، الكلمه دي صعبه قوي نقولها لاي مريض، يعني نادرا ما بنقولها. كل يوم في جديد في الطب. احنا كان زمان ما كانش فيه مثلا حقن مجهري خالص. النهارده لا، الحقن المجهري حل مشاكل كتير لمرضى كتير، كل يوم في جديد فيه. احنا بنشكرك يا دكتور ونورتنا وأفدتنا. شكرا ليك يا دكتور. دكتور احمد عصمت، استشاري جراحه الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره، بنشكره شكرا جزيلا. وكمان بنشكركم مشاهدين على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده وفقرتنا من صباح البلد، وبكره نشوفكم على خير ان شاء الله.